أهلا بكم. هنتكلم عن الأنياب. في إشكالية إنه الناس تعتقد إنه الثعابين كلها عندها أنياب. الثعابين كلها عندها أسنان، لكن الأنياب موجودة فقط عند الثعابين السامة. الثعابين السامة هي اللي عندها أنياب. والأنياب على فكرة اللي موجودة في الثعابين بيقولوا عليها أنياب اصطلاحا. الأنياب اللي موجودة في الثعابين اسمها في اللغة المخدان أو إبرة حقن السم، بتختلف عن الأنياب اللي موجودة عند الحيوانات. هذه حاجة مهمة إنه نعرفها عشان ندخل في موضوع الأنياب. كل الثعابين عندها في الفك السفلي والفك العلوي أسنان، لكن الثعابين السامة عندها أنياب، زوج من الأنياب أو زوجين من الأنياب حسب نوع الثعبان. الأنياب هذه متصلة بخزان اسمه خزان السم، موجود في أعلى منطقة الرأس. الخزان هذا فيه عضلات اسمها العضلات الضاغطة، في قنوات اسمها قنوات السم. القنوات هذه متصلة بالأنياب. الأنياب بتكون مجهزة حسب احتياج الثعبان. في أنياب كبيرة، في أنياب صغيرة. الفتحات إلا في الأنياب هذه بتختلف حسب نوع الثعبان وحسب احتياجه. الأنياب وظيفتها إنها بتدخل السم داخل جسم الضحية أو الفريسة. هذه وظيفة الأنياب. الثعبان ما عنده أي وسيلة تانية يدخل بها السم للفريسة أو الضحية غير الأنياب اللي موجودة عنده، غير الأسنان طبعا. إحنا بنتكلم عن الأنياب. الثعابين لما بتلدغ بتدخل الأنياب هذه داخل جسم الضحية أو الفريسة، والعضلات بتضغط على خزان السم اللي بينزل السم داخل الأنياب، فبالتالي بيدخل داخل جسم الفريسة أو الضحية. الناس تعتقد أن الثعابين السامة كلها حاجة واحدة. أتكلمنا في حلقة السموم أنه الثعابين بتختلف في تركيبة السموم الموجودة فيها. الثعابين في عندها أشكال مختلفة من السموم وأشكال مختلفة من الأنياب. عندنا 4 أشكال أساسية للأنياب. الأنياب موجودة عادة في الجزء العلوي من الفك، بتكون زي ما قلت زوج أو زوجين من الأنياب. في منها أنياب أمامية متحركة. الأنياب الأمامية المتحركة بتكون في مقدمة الفم. لما الثعبان يفتح فمه الأنياب بتطلع مع فتحة الفم، لما الثعبان بيقفل فمه بتدخل في تجويف خاص. وعادة الأنياب هذه بتكون موجودة في الأفاعي أو الحيات، زي مثلا الأفعى المقرنة، الأفعى النفاثة، أي نوع من الأفاعي بتكون الأنياب فيه متحركة. نوع ثاني من الأنياب اللي هي الأنياب الأمامية الثابتة، أنياب ثابتة ما تتحرك بالضبط زي هذه. الأنياب الثابتة موجودة في عائلة الصلال زي الكوبرا، الصلال الأسود، ثعبان المرجان. أنواع كثيرة من الثعابين بتكون عندها أنياب ثابتة في مقدمة الفك. في أنياب خلفية ثابتة بتكون في الجزء الخلفي من الفك، ما هي موجودة في الأمام، موجودة في الخلف. طبعا معظم الأنواع هذه بيكون سمها خفيف، لكن في أنواع منها سمها قاتل. نوع رابع من الأنياب اللي هي الأنياب المقلوبة. عندنا في السعودية ثعبان اسمه الداب الأسود أو الأتراكتس أو الأبتر. الثعبان هذا الأنياب عنده مقلوبة للخارج خلاف كل أنواع الثعابين. هذه بصورة عامة أنواع الأنياب اللي موجودة في الثعابين السامة فقط. الأنياب للثعابين السامة فقط، الأنياب غير الأسنان.
الانياب زي ما قلنا اربع انواع. في ناس تعتقد انه الانياب ممكن نحط خيط ولا قماش ونسحب الانياب ونتخلص منها. الحكايه هذه غلط ولازم ننتبه للحكايه هذه. انياب الثعابين لما تعض او تلدغ الشخص ممكن تنكسر، ممكن تخرج في جسم الضحيه او الفريسه. الانياب ما لها جذور، فبالتالي الثعبان ممكن يعوضها بعد فتره بسيطه. احيانا بنشوف ثعبان سام عنده انياب لكن ما بيلدغ. ليش؟ لانه لما يلدغ لازم يفتح منطقه الفم. الثعبان هو قافل فمه ما يقدر يحط الانياب، سواء كانت اماميه متحركه او ثابته او خلفيه، ما يقدر يلدغ بها، لازم يفتح الفم ويعض على الجزء اللي في الفريسه او في الضحيه عشان يقدر يحقن السم. الثعابين اللي انيابها خلفيه صعب انها تدخل السم في جسم الضحيه لانه بتكون بعيده في منطقه العضه، فبالتالي بتمسك الجزء المعضود وبتحاول تحرك فمها يمين ويسار لغايه ما تدخل لداخل الفم، وبالتالي بتدخل الانياب عشان تحط السم. هذه حاجه مهمه لازم نعرفها عن الثعابين، انه الثعابين السامه عندها انياب. الانياب بتختلف في اشكالها، في احجامها، في احجام بتوصل لغايه 4 سنتيمترات زي افعى الجابون، في انياب صغيره جدا. طبعا هذه الشخص الملدوغ بيحس بالحكايه هذه وبيكون شكلها ظاهر جدا زي ما تكلمنا في حلقه الاسعافات الاوليه. مهم جدا لما نقتل ثعبان او نتخلص منه ما نحاول نمسكه بالايد، لانه السم بيكون موجود في القنوات وموجود في الانياب لساعه او ساعتين او اكثر، فممكن لو مسكناه العضلات يصير فيها انقباضات، فممكن حتى هو ميت يعضنا بصوره غير مباشره، فبالتالي ممكن يحقن السم. لما نتعامل مع الثعابين لازم نتعامل معها بحرص وبحذر، سواء كانت صاحيه او كانت ميتة، لأنه السموم اللي فيها ممكن تقتل خلال دقائق. أتمنى أنه ننتبه للحكاية هذه، ولا حد يتعامل مع الثعابين إلا لو كان شخص فاهم وعارف إيش الثعبان اللي بتعامل معاه وإيش خطورته، لأنه لدغة في لحظات ممكن تسبب الوفاة. أتمنى لكم السلامة جميعا، ولازم نعرف أنه السلامة أولا وأخيرا. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.